بداية دعيني أوضح لك نقطة، أن الإدارة الذاتية من الطبيعي أن تنظر إلى هذا التقارب بعين الريبة والشك، وتجده خطرا عليها أو على سوريا بشكل عام كما تريد أن تصوره. لكن هناك أيضا حقائق دامغة، وأن هذا التقارب لم يأتي من عبث، لم يأتي من فراغ، فهو أيضا بتأثير وبضغوطات دولية من موسكو وطهران وبغداد والرياض وأبو ظبي. وبالتالي تركيا بالنهاية هي مضطرة أن تمشي بهذا التقارب لكي تحقق مصالحها، سواء الاقتصادية سواء القومية سواء السياسية. فبالتالي هذا التقارب صفى ضرورة ملحة لتركيا أكثر من سوريا، بدليل أن الأحزاب التركية وحتى الحكومة الجميع يتسابق لنيل رضا الرئيس السوري بشار الأسد ويدعون إلى اللقاء معه، وهذا يدل على أن تركيا هي المستعجلة على هذا التطبيع، وذلك لأنها كما ذكرت لك تتحمل ضغوطات داخلية وخارجية، وباعتقادها بأن هذا التقارب سوف يحل جزء من مشاكلها، وسوف يجعل أيضا الدول التي طلبت منها القيام بهذا التقارب يمكن أن تكون المواقف الدولية تجاه تركيا أكثر ليونة من تلك الدول. بالعودة إلى حديثك عن سؤال الإدارة الذاتية، نعم، من الطبيعي أن ترى الإدارة الذاتية هذا الاتفاق خطر عليها، لأنه في النهاية الظروف سوف تجبر دمشق وأنقرة على الوجود بخندق واحد ضد مشروع الإدارة الذاتية في شمال وشمال شرق سوريا، وهذا أمر يعني لا يحتاج إلى شرح. أنا ذكرت لك منذ أكثر من عام ونصف أنه في النهاية سوف تتحالف دمشق وأنقرة للوقوف في وجه مشروع الإدارة الذاتية. هنا يبقى السؤال، ما هو الموقف الأمريكي؟ باعتقادي أمريكا سوف تلتزم الصمت على الأقل في الثلاث أو الأربعة أشهر القادمة ريثما تنتهي الانتخابات الأمريكية، ومن ثم يقرر الرئيس الأمريكي الجديد كيف سوف يتعاطى مع ذلك التقارب. ولو أنني أجد أن أمريكا في كل الأحوال حتى وإن صرحت علنا بأنها ضد هذا التقارب، لكنها ضمنيا لن تمانع أو تعارض هذا التقارب. ما هي خيارات قسد، أو ما هي خيارات الإدارة الذاتية؟ بحكم السياسات البراغماتية التي تتبعها الإدارة الذاتية، أنا باعتقادي أن المخرج الوحيد للإدارة الذاتية من مواجهة هكذا تقارب هو أن تدعو إلى اتفاق مع حكومة دمشق. فالاتفاق مع حكومة دمشق هو الذي يؤدي أو يمنحها الإطار العام لمقاومة هذا التقارب إذا كان يستهدفها بشكل مباشر. وبالتالي تركيا عندما ترى أن الإدارة الذاتية تتفق مع دمشق لم يعد لديها أي مطالب أو أي مطامع أخرى، وسوف تنسحب من الأراضي السورية بكل بساطة ويسر، وهي إن لم تنسحب اليوم سوف توقع على جدول زمني يضمن هذا الانسحاب بضمانات روسية وإيرانية. وبالنسبة للموقف الأمريكي، أعتقد أن جيفري في أكثر من تصريح سابق له قال أنه لا يمانع في حال تم هناك اتفاق ما بين الإدارة الذاتية ودمشق. وهنا النقطة المهمة التي أقول لك، الخيار الواقعي والسياسي المطروح الآن أمام قسد هو أن تتفق مع حكومة دمشق على صيغة تفاهم، وبالتالي يمكنها أن تنفذ من هذا التحالف أو هذا التقارب إذا كان يستهدفها بشكل مباشر. سيد جودة، ما مصير المناطق المحتلة بعد هذا التطبيع؟ يعني مصير ما سموا أنفسهم بالمعارضة السورية ورهنوا قرارهم لأنقرة، اليوم ما مصيرهم؟ نعم، بداية أيضا سوف أكون دقيق وواضح معك في مصير تلك المناطق. أول خطوة بعد فتح الطريق الدولي طريق حلب عنتاب سوف يتم إعادة مؤسسات الدولة السورية الرسمية، وهذا الطلب سوف تشرف عليه أنقرة شخصيا مع موسكو. فهذه المناطق سوف يتم كمرحلة أولى إعادة دوائر الدولة السورية، سواء الخدمية سواء القانونية سواء الأحوال المدنية، وبالتالي تكون هذه الخطوة الأولى. ثم الخطوة الثانية
هي عودة سيطرة الدولة السورية بشكل أو بآخر، إنما ليس بهذه السرعة وليس بهذا الاندفاع الذي يمكن أن يتخيله البعض، فالأمر يحتاج إلى مراحل عديدة. فتركيا أيضا تريد من بشار الأسد، من الرئيس بشار الأسد، أن يصدر أمرا بالعفو الكامل والمطلق بضمانات دولية لكي تعيد هؤلاء اللاجئين، أو تعيد قسم كبير منهم إن لم يكن أغلبهم، مستحيل أن تعيد أغلبهم طبعا. وبالتالي هي تطالبهم بعفو وضمانات، وهنا في حال كان ذلك أو تم ذلك سوف يعتبر وجود أو سيطرة الدولة السورية على تلك المناطق ليس بالأمر المستغرب أو ليس بالأمر يعني المستعجل. برأيك هل وهذه ستوافق النقطة تركيا كانت على مهمة لكن الانسحاب من الأراضي السورية التي تحتلها اليوم؟ هل يعني يخرج النظام التركي من تلك المناطق؟ نعم عزيزتي، في حال لم يكن هناك أي خطر، في حال لم يكن هناك، أعيد وأكرر بين قوسين، في حال لم يكن هناك أي خطر من مشروع الإدارة الذاتية على الأمن القومي التركي كما يقول، أنا أقول لك وجهة النظر التركية، سوف ينسحب الأتراك من كل شبر في الأراضي السورية، وعلى العكس تماما سوف يفرشون الأرض بالسجاد للدولة السورية لكي تدخل مناطقها كما في السابق، لكن إنما ضمن ترتيبات جديدة تضمن أو تحفظ هذه المرحلة المقبلة التي سوف تكون جديدة كليا، وسوف تفاجئ البعض، وربما يعني عندما ننطق بها الآن يستغرب أو يستهجن البعض. نعم هكذا سوف يحصل عندما ينتفي الخطر المتمثل بالإدارة الذاتية على تركيا، سوف يكون الأمر أبسط من بسيط، وسوف تنسحب تركيا بساعات عندما تأخذ ضمانات من أمريكا بأن مشروع الإدارة الذاتية سوف ينتهي، وسوف تتفق مع دمشق على صيغة معينة لذلك الاتفاق، وبالتالي لا وجود هناك لأي أو لا ضرورة لوجود لأي عسكري تركي. فأنا أكرر دائما أقول ليس هناك مطامع تركية بالأراضي السورية، سوى أن الهدف الوحيد طالما الإدارة الذاتية موجودة، طالما مشروع قوات سورية الديمقراطية موجودة، فتركيا موجودة. تركيا ليست موجودة لنصرة للسوريين، وليس دعما للثورة السورية، بل إنما للتصدي لمشروع الإدارة الذاتية أيا كانت أهدافه. شكرا لك سيد جودة، الكاتب والمحلل السياسي جودة الجيران، كنت معنا مباشرة من رفرنسبورغ.